أحسن الله إليكم. تسأل عن الآية الأخرى وهي قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المراد بتزكية النفس المنهي عنه مدحها والإعجاب بها، هذا منهي عنه، فالإنسان لا يمدح نفسه ولا يمدح عمله أو يعجب بعمله، هذا لا يجوز. وأما التزكية المأمور بها قد أفلح من زكاها، فالمراد بذلك إلزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى وتطهيرها من المعاصي والذنوب والسيئات. فتزكية النفس على قسمين، قسم مأمور به وقسم منهي عنه. المأمور به هو إلزامها بطاعة الله ومنعها عن معصية الله، والمنهي عنه مدحها والإعجاب بها. نعم.